السلام عليكم وجمعة مباركة للجميع. معكم شادية من قناة قناعات مع شادية. اليوم باش نوع لكم في الخبز، باش نقدم لكم خبز تركي هشوش وبنين على الاخر. مشاهدة طيبة للجميع. عسلامة ومرحبا بكم في قناة قناعات مع شادية. نتمنى الناس كلها تكون بخير يا ربي. اليوم باش نعملوا خبز تركي مغذي جدا. شنو هو مكونات الخبز التركي هذايا متاعنا؟ دونك عنا لهنا سميد ارتب، هذا سيمولا سميد ارتب، عنا الفارينة الدقيق الابيض الناعم، هذايا الفارينة، عنا لهنا 750 غرام سميد، عليهم 150 غرام اكاهو فارينة، عنا الخميرة حبيبات زوز مغارف حتى الدنيا باردة، عنا الماء باش نعجنو بيه، عنا كاس حليب، عنا مغرفتين ياغورت طبيعي، عنا كيس صغير تاع زيت زيتونه، وعنا الزبده. الزبده هذه نعطيكم انا كيفاش نعملها. نحطها في الحليب سخون هكا باش نربح الوقت وما نقعدش نسخن فيها ونعرضها للحراره. وباش نحط المكونات نتاعي بالحاجه دونك نبداو بيسر بسميد. بسم الله. الفارينة، نحط المكونات السائلة الحليب، نحط الحليب زيت زيتونة الياغورت الطبيعي الخميرة، نحطوها في كوان وحدها، وباش نحطو الملح زادا في كوان وحده، ما نحطوهمش في حدا بعضهم. الفرينة والملح نحطوهم بعض على بعضهم، هذو باش نعجنوهم وبعد نتلقاو باش نقول لكم كيفاش باش نشكلو. دونك الماء حسب بيان سور العجينة، العجينة تجي عادية كيما نتاع الخبز أما ما تجيش كاسحة، معناها ما تجيش صلبة. نعجنوهم ونتلقاو. دونك هذوما العجين نتاعنا نعجنو، وكعبتين بيض زادا من ضمن الخليط نتاعنا، دونك نضيفو زادا كعبتين البيض للخليط نتاعنا. دونك عجنناه بالعجينة، ما فيها بيس حتى بالعجينة تاخدوها بيديكم تعملوها شوية هكا. دونك هذه هي عجينتنا، نحطوها ترتاح حتى يضاعف الحجم نتاعها، حتى الدنيا شتاء حتى ساعة كيك ساعة غير بون، وبعد نغطيها بيان سور، وبعد نتلقاو باش نوريكم الشكل النهائي نتاع الخبز نتاعنا. العجينة نتاعنا كيما تشوفوا ضاعف الحجم نتاعها، تو باش نبداو نخدموها. دهشوشة من المكونات اللي فيها، نقسموها خبز، هذا هو يجي خبز كبير شوية، معناها نقسمها على ثلاثة قطع. لاحظوا قسمنا ثلاثة قطع برسك متساوية قد طول، باش ناخذو بالوحدة وباش نحلوها. أغلبية الخبز هذا يكون شكل دائري وما يكونش خشين، نحي هذا شكل نجم نخدم خير. دونك يعطي التوع هو هذا، خطر فيه لا ياغورت والحليب. نحاولو نحافظو على الشكل الدائري. بيان سور الاطراف ديما نخدموهم هكا باش ما يجيوش اخشن من الوسط.
هذه الدائرة الأولى متاعنا. طيب باش نشوفو كيفاش باش نشكلو الخبز هذايا، خاطر الشكل متاعو مختلف على الخبز اللي نراوه في برسك البلدان العربية الأخرى. هذه الشكل دائرة جميلة. طيب باش نشكلوها كيفاش باش يكون، باش ناخذو زيت زيتونة، تنجمو تاخذو حليب، تنجمو تاخذو أي مادة سائلة، أما دي بريفيرونس تكون حليب ولا زيت زيتونة. دونك كما تلاحظوا باش نجيو على الدائرة كلها وباش نخدموها بصوابعنا. أنا نخلو بريسك سنتي، نخدموها حتى الصوابع نتاعنا يقعدوا بلاصتهم. أنا لي تخين تاع الصوابع لازمهم يقعدوا، الاثر نتاع السويبع يقعدوا غادي. دونك هو الشكل نتاعها كيفاش نخدمو الدائرة، وبعد معناها فيرتيكالمون وهوريزونتالمون بالعرض وبالطول. هذه هي ديما نعملو تينا، باش نبداو تو نعملو بالعرض. نواصل هكا ونوريكم الشكل النهائي. هاو بقى نوريكم كيفاش هكا. ديما ديكم في الزيت. دونك كملنا العرض. طيب باش نمشيو بالطول، سهلة. بعد باش ناخذو فص بيضة، فص بيضة باش نعملولو شوية خل كي متحبوش ريحة البيض، باش نعملولو أي حاجة عندكم، الحبة السوداء، بسباس، جلجلان. اما يجي منظرها جميل بالحبه السوداء، وانا عندي لفاحه هذاك باش نعملو. هذا هو المنظر تاعها. توا خذينا فص البيضه نتاعنا، عملنا لي شويه حليب وشويه خل باش تنحى الزفاره نتاع البيض. السباتولا نتاعكم ندهنو هكا. الأطراف ما تنساوهمش. هذا باش يجي اللون نتاعو دوري وباش يشد زيادة الفحات اللي باش نعملوه. دونك لهنا انا عندي حبة السوداء اللي قلت لكم عليها. بنينة برشا طعمة الحبة السوداء هذا مع الخبز مع المعجنات الكل، بنينة برشا. والصورة هاي قدامكم ديجا هكا مزيانة محلاش كلها منها. ان شاء الله نكون فت كل ربط بيت باش تعمل الخبز هذا يا ربي ان شاء الله. دونك نواصل بقية الخبزات. خبزاتنا طابو ما شاء الله، بنين على الاخر. شوف كل الدوغي اللي جاي هذيك من الزيت زيتونة اللي عملناه والعظم، هاو من الشيرة الأخرى. دونك عملنا ثلاثة خبيزات، واحدة كل واحدة هذه ما زينتهاش. شوفوا قداش مزيانة، كان ولادكم يحبوش كيفينا لفحات هذوكم خليوهم هكاكا. دونك هذه هو الخبز التركي. طب باش نقصهولكم ونوريهولكم. هذه خبزتنا نقصوها مع بعضنا. بسم الله.
شاء الله. خبز فريمون شوشة شوشة يذوب في الفم. هذا هو خبز اليوم، هذا هو اقتراح قناة قناعات هذا معاشة. هما مخبزاتنا، تعبوا شوفوا مفعول التخمير، هذاك الثقب هذاك مفعول التخمير. إذن هما اقتراح قناة قناعات مع شادي، لهم اقترحت عليكم الخبز التركي. كل مرة ننوع لكم حاجة، كل مرة مرة من المطبخ التونسي، مرة من المطبخ التركي، هكيكا نحب نفيدكم. شكر لكل من مر بالقناة وخلى بصمة، خلى تعليق، خلى نقد، ما هو إلا شجعني باش نوصل. شكر للصحبة الجيدة متاعكم، وإن شاء الله نتلقاو في حلقة ذات فايدة. قناة قناعات مع شادي تعاود تقول لكم إن شاء الله جمعة مباركة، وإن شاء الله نتلقاو على خير. سلامة.